هلأ أنا بشو عم بصفن؟ حاجة جنان، هي مالا شايفتني. إيدها تقيلة. كأنه مبين عليك تعبان. إذا مو نايم منيح بطلب لك قهوة إذا بتحب. لا ما في داعي، ما بدي قهوة. وهي مرضت من ورا حركاته السخيفة اللي بلا طعمة. إذا المجنونة جيمري حكيت شو بعمل؟ لأنه فقدت وعيها، عم تهلوس. آخ، طيب شو الحل؟ إذا عرف أمير بنتهي. يا ربي، لازم سكر لتمها بأي تمن، لازم أخلص منها. هي المجنونة خطر علي، ميت مصيبة مع بعضها. حاسة إيدي تربطت. ما طلبت قهوة؟ دائما بهذا الوقت بتشربي قهوة، لهيك جبتلك. شو رأيك تروحي على البنك بعد ما تخلصي شرب قهوتك؟ مشان ما يسكر، روحي دغري بلا ما تتأخري. أمير، خير؟ في شي زعجك؟ امبارح قلقتني عليك كأنك ما نمت هون، ويمكن ريحان كمان. صاير شي؟ ريحان كانت معي، كنا مع بعض. في مشكلة؟
يا روحي، عم اسألك بس لأطمن. ما بدي ترجع تسوء حالتك مثل قبل. لا تنسى الوضع اللي عايشتك يا ريحان. إذا عم ترجعوا تتقربوا من بعض، أنا بخاف عليك من جرح جديد. أنا ماني ولد صغير أمي. ريحان نايمة بغرفتي، لا تخلي حدا يزعجها. ريحان بغرفتك؟ يا ربي شو هذا اللي عم اسمعه؟ الحية رجعت لفت عليه ونايمة بغرفته؟ الله يلعنك. معقول يرجعوا لبعض؟ إذا صالحها بأي لحظة ممكن تحكي له الحقيقة. مصيبتي مو جمري وبس. لا لا، ما فيهم يرجعوا لبعض. أمير مستحيل يسامحها بكل شي صار. تعمل حالة مسكينة، بس هي خبيسة، غفلتني بلحظة ورجعت لأمير. أبصر كيف بتكون خدعته. حكى كلمتين وراح بدون ما أسأله. كيف بدي أعرف هلأ شو بدي أعمل؟ حكي المرحومة سهيلة ما عم يطلع من راسي ظفر. قالت لي بدي خبرك باللي ما قدرت ريحان تقلك ياه. وقبل ما تلحق تحكي صار الحادث وتوفت، والسدي اللي تركته طلع منزوح. طيب ما عندك فكرة أو شاكك بشي؟ ما في شي براسك؟ ولا شي، ما عم يخطر لي شيء أبدا. بس جيمري، جيمري شبه ريحان، كل ما سمعت باسمها بتتوتر. بدي حاول ضلني وراها لحتى تحكي بالنهاية. لازم تقلي. متأكد مثل ماني شايفك إنها مخبية شيء. لازم تقلي، من حقي إنه أعرف. ما بقدر ضلني عايش لآخر عمري بهي الدوامة. بدفع نص عمري لحتى أعرف السبب. يمكن إذا عرفت تهدى النار اللي جواتي وأعرف كمل حياتي ظفر. خليك وراها لكان، وإلا ما تقلك. هيك رح أعمل، ما رح أتراجع لحتى أعرف. رح تضعف وأكيد رح تحكي، ما رح تسكت أكتر. قد ما تهربت بدها تحكي. إذا هي عنيدة أنا أعند، بدها تحكي بالنهاية. لا أبداً، إذا ريحان بتحكي بتنكشف جيمري، وهيك أنا بنكشف كمان. هيك أنا بتدمر، وكل شي خططت له بيروح. ما رح خليها تدمرني. لا، ما معقول تكون نهايتي على إيدها. تفضل. كمال انت شو عامل؟ طلعت نارين على بيت تاني؟ انت من وين عرفت؟ في عند رفيق موظف بالخدمات الاجتماعية، هو خبرني. صار عندهم علم وبيعرفوا عنوان البيت كمان. نعم؟ وهلأ رايحين يتأكدوا. صرف بسرعة، رجع نارين على بيتك قبل ما يوصل.
إذا عرفت بشي أو استجد شي خبرني فورا. بدي أعرف هالمرة، ما رح أتركها لحتى تحكي. أمي خير فيكي شي؟ ما في شي، رأسي وجعني بالليل وما قدرت نام، تعبانة لأني ماني نايمة. هلأ أكيد إذا ارتحت بيمشي الحال. إذا حاسة إنك مريضة باخدك على المشفى. ما تاكل هم. إذا ضل عم يضغط عليها ريحان رح تحكي، إذا حكيت مصيبة، إذا عرف شو رح يصير. شو بدي أعمل أنا؟ لا ما رح أخسر، ما رح أقبل بالخسارة بعد كل شي عملته، ما رح أقبل. حرارتي مرتفعة كأنه بده يجنني. أكيد ما بيكفي كل الوقت بيستفزني وهي مرضني كمان. ماني متحملة اسمع صوتك هلأ، برد وبيقلي حكي بلا طعمة بيرفع لي حرارتي أكتر. ماني مضطرة أنزع مزاجي. مصر على عيبه. معقول يكون في شي ضروري؟ لا شو بده يكون؟ بيكون حكي سخيف مثل العادة وأنا مالي خلق اسمع. ما بدي رد. مو أنا عنيدة برأيه؟ إيه هو أعند مني، أنا ما برد وهو بدق. ردي نارين ردي. رح أبعت له رسالة، لازم تطلعي من البيت بأسرع وقت. بركي ما شافتها، ما بيمشي الحال. كأنها ارتاحت وهديت. غريب، حاسس كأنه ما افترقنا ولا يوم ولا كأنه صار شيء. كأنك كنتي معي ونمنا كل هاي الأيام بهاي الغرفة. Thank you.
ما في فايدة شو ما عملت. ما عم تطلع من قلب أمير، بيحبها مثل المجانين وكأنها عاملت له سحر. لو تعرفي قديش بكرهك. من يوم اللي حطيتي رجلك بهالقصر ما ضل مصيبة وما نزلت فوق راسي، وكل ما بحاول أخلص منك بلاقي حالي عم بتورط بكل مصيبة أكبر من التانية. الله يقصف عمرك. لا تروح، لا تروح، خلص رح أقلك، بقلك بس ما تتركني. الحقيقة رح أقول كل الحقيقة مشان الله، رح أقلك. مشان الله ردي بقى، ردي يا ربي. ليش ما عم ترد؟ معقولة عم دقلك كل هالقد وما عنده فضول تعرف شو هو السبب؟ حاجتك بقى عناد. مسال شو عم تعمل يا ترى؟ دقلا واتطمن؟ استفقتلها كتير واشتقتلها. يا ترى هي كمان اشتاقتلي؟ كأنه غليت المي. افتحي الباب بسرعة. شو عم يصير معك؟ ليش عم تدق مثل المجنون؟ موتتني رعبة. تبع الخدمات الاجتماعية جايين عرفوا انك هون، لازم نمشي بسرعة. لك خلص اترك ايدي، قلت لك اني ما رح ارجع معك. مو كل مرة تجيني بكذبة. اي كذبة؟ قصة الكهرباء ما زبطت، هلأ جايب لي حجة جديدة، عيب عليك. المحامي ده قال لي انه هنن على الطريق، بدك تروحي معي. وقال لا شو؟ عندي فضول أعرف شو هي كذبتك الجديدة. كذبتي؟ ما عم كذب وما معي وقت، لازم نمشي فورا، يلا قبل ما يوصلوا. ماني رايحة معك وبدي يبقى هون، ومو كل مرة بتجيني بحجة جديدة. مرحبا، أنا بلقيس من الخدمات الاجتماعية. لا تتركني، الله يخليك. أمير، أمير خليك معي، لا تتركني. ريحان كل ما سمعت باسمها بتتوتر، بدي حاول ضلني وراها لحتى تحكي بالنهاية. لازم تقلي، من حقي إنه أعرف. لا تزعل، لا تعصب، رح قلك. استنى، استنى، لا تروح. خلص رح قلك، رح قلك كل شي بدك تعرفه. المهم خليك معي، صدقني رح قلك الحقيقة. خليك معي. لا لا، We'll be right back.
ما رح خليكي تفتحي تمك. أنا بعرف كيف سكتك، أنت لازم تموتي، موتي قبل ما تفتحي تمك. بلكي ما فايت لسه. بس أكيد جاعت. إيه مزبوط فيها. معناها أنتو نارين وكمال تار هون، ما هيك؟ فيني فوت إذا ما عندكن مانع؟ صدقتي هلأ أني ما كنت عم تحجج؟ غريبة، هذا الباب مين فتحه؟ الغرفة كتير باردة. أكيد أنا جنيت. كيف فكرت بهالطريقة؟ أنا شو كنت رح ساوي؟ قبل شوي شو كنت عم أعمل؟ اصحي وارجعي لوعيك جاهدة، ارجعي لوعيك، كأنه أعصابي فلتت. أنا لو كملت خنقتها معقول كنت أعملها؟ عن جد خلاص أنا كتير زودتها، إلا ما لاقي حل لهالقصة راسي رح ينفجر. لازم حاول ركز أفكاري وارجع لوعي. أهم شي بشو عم بتورط؟ كيف هيك عم بتصرف؟ ممكن أعرف ليش استأجرتي هالبيت؟ أنا كنت بهذا البيت قبل ما أتزوج لأني أنا برتاح فيه ومتعودة عليه، مو أكتر، ما في أي سبب غيره. بتحب تطلع على هذا البيت لأنه فيه إلا رفقات وجيران بهالمنطقة، بنجي لهون كم يوم يعني منغير جو. بتغيروا جو؟ بهالبيت هاد؟ عن جد؟ اسمعني سيد كمال، ترك زوجتك لبيتك بهاي الفترة والمشاكل اللي عم تصير بيناتكن، بمنتهى الصراحة رح أقلك إنه هذا الشي ما بيطمن بنوب. يعني أنا شايفة إنكن عايشين ببيتين منفصلين. لا أنا ما بيجي لهون لحالي، مثل ما قلك نحن سوا. لو سمحتي ما خلصت كلامي.
ريحان، ريحان قومي عم تكبسي، اصحي اصحي انا جنبك. ما بقدر، اتركوني اتركوني الله يخليكم، مشان الله خليك معي. لا 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 خليك جنبي. فتحي عيونك ريحان، يلا اصحي. لا تروح وتتركني هون، لا خليك خليك. لا لا تخافي انا معك، كنتي عم تشوفي حلم بشع. لا تخافي اهدي، هي ليكني انا جنبك، اهدي شوي، خدي نفس على مهلك. يمكن يكون الوضع غريب، بس بصراحة هي هي الحقيقة. زوجتي بتحب هذا البيت وبتحب تجي لهون، وأنا بيجي معها. هي هي كل القصة. طيب خير، بدي أعمل جولة بالبيت لو سمحتوا. خدي كلي لقمتين. ما بدي مالي نفس ابنه. انت لازم تاكلي، يلا لا تعندي كلي لقمتين. المقطع صار عندي، يعني اذا بدك طبعا فيني ورجي للشرطة، يا اما بتحطي عقلك براسك وبتنفذي طلباتي. حرية أمير صارت بإيدك هلأ. لوين رايحة؟ ما تسألني، لا تسألني عن شيء. عفواً، لأنك فايقة ومتوترة وخايفة، ما بدي إياك تروحي. تركني. فهميني شو مشكلتك؟ مانك ناوية تطالعيني من هالدوامة؟ ضايع وماني عرفان كمل حياتي، في مليون سؤال براسي، وإنتي تتركيني بهالحالة وتهربي. ما فهمتي لسه انه انا ما رح استسلم لسكوتك؟ يا ربي دخيلك ساعدني، يا ربي ساعدني، شو أعمل لحتى ريحه؟ ما تسألني، لا تسألني عن شيء.
أهلين طارق. فايق ولا فيقتك؟ ليك السباق اليوم، أصحك تقول إنك نسيان. لا ماني نسيان، بس ماني جاي. أو لألك غيرت رأيي. يلا جاي بشوفك. جانين ومو شايف قدامه، معقول يكون عرف ريحان حكيت؟ أمير أمير أمير. تفضلي أمي. شو صاير؟ خبرني في شي زعجك؟ ماني مزعوج، بدي روح. شو أنا ما بعرفك يعني؟ واضح إنه في شي زعجك، شكلك معصب ومتوتر. اللي أمير ليش متضايق؟ لا تزعل مني، بس ما رح خليك تطلع وأنت بهالحالة. احكي اللي لشوف، شو القصة؟ لتكون ريحان هي اللي ضايقتك. لا ماني متضايق ولا مزعوج، لا لا هي ولا حدا غيرها. فيني امشي هلا؟ ممتاز، معناتها ريحان ما حكيت وضلت مسكرة تمها. هلأ مستحيل تقتنع. وهلأ شو بدنا لله؟ بالخزانة في تياب المدام نارين، بس مو على أساس بتقعدوا هون سوا؟ ليش ما قالك تياب هون سيد كمال؟ بصراحة لأنه نحن من جديد إجينا. هلأ هو البيت موجود من وقت ما تزوجنا، بس هي أول مرة منجي منقعد فيه، مشان هيك بس أنا اللي جايبة تيابي. كمال ما جاب تيابه لسه. أنا خلصت شغلي، ما رح أعطلكن أكتر من هيك، يعطيكن العافية. لسا ما لحقت ارتاح اني سكتت جيمري، قام طلعت لي الخدامة. مو مشكلة، انا بعرف اتصرف معه. ست جاهدة، شو بدك؟ شو بدك هلأ؟ مشان المصاري. قلتلك رح حلها. خلص لا تقلقي، روحي على شغلك وأنا بخبرك. طيب رح أستنى منك خبر معناها. رح دق للمحاسب وشوف شو الوضع. أهلا
ألو؟ بدي إياك تجهز لي مليون بسرعة. إيه بلا مليون كامل. رح تكتب تقرير يضرنا أكيد. شفتي عنادك لوين وصلنا؟ لو أنك من الأول سمعتي الكلمة وضليتي بالبيت شو كان صار؟ لا اسمعني هالمرة، فكرة البيت الثاني فكرتك أنت، مو أنت اللي استأجرت لي بيت؟ يعني ما فيك تلومني، هلأ جاي تحملني المسؤولية؟ طيب بعترف أنا غلطت، بس أنا حاولت أتراجع وقلت لك مليون مرة أني غلطت ولغيت الفكرة من الأساس، وأنت شو عملتي؟ كبرتي راسك، كل شي خططنا له دمرتي كل شي. أنا العنيدة؟ اللي بيتحمل المسؤولية هو أنت مو أنا. ما فيك كل ما صار مصيبة تحملها لحدا غيرك. ما فيني أخسر بنتي، عم تفهمي؟ ما فيني أخسرها. تفضل. أنا كنت جاي. المصاري بقلب الشنطة مثل ما طلبتي. المبلغ يلي بالشنطة مليون كامل مكمل. طمني قلبك على الآخر وما تقلقي، سر كبير غميق ما له قرار، أنا بوعدك. تفضلي نيجار. وهي هلأ صرتي غنية، قليلي لشوف شو مخططة تعملي بمبلغ كبير مثل هاد. بدي سدد ديوني أول شي. برأيي روحي رحلة سياحية. ما بعرف، يمكن بس هالحياة عن جد غريبة مو هيك نيجار؟ الشي اللي بفرح حدا ممكن بنفس الوقت يزعل حدا غيره. ايه الحق معك. تعرفي أنا برأيي بصراحة من حسن حظك إنك شفتي اللي صار مع حكمت، وطبعاً برافو لأنك تصرفتي بذكاء وما خبرتي الشرطة باللي شفتي بوقتها. لو حكيتي باللي بتعرفيه كنتي رح تضلي خدامة لآخر عمرك. بس هلأ صرتي غنية والدنيا ضحكت لك. ماني غبية لروح بلغ الشرطة. هلأ هيك أنا وياكي بأمان، لا تقلقي. إيه طبعاً يا عيني عليك، أنا ميت كل عمري بقول عليكي عاقلة وفهماني. استني لحظة.
بدك تروحي قبل ما تتفرجي؟